تناول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يتحدث عن الزواج للشباب خصوصا لمن يمتلك رزق اليوم باليوم. تعالوا نشاهد هذا الفيديو الذي يتحدث عن تبسيط الزواج. تزوجوا فقراء يغنيكم الله، وإن يكونوا فقراء يغنيهم الله. خلي حالك السليم والله، مش قارس اليوم باليوم، ما تعرس. زوج النبي صلى الله عليه وسلم لصحابي بآيات من كتاب الله جل جلاله، لكن الظاهر يكون بعيد من الدين الجواب من الضرورة. جبت بخل لبن، رئيس العروض جهزته، الشيخ كيف جبت التيران والله بخلعوه مشيت الدوابيته. يتخيلوا العريض ده موضوع كبير، تلقى لها في 35 سنة وبنظر لك لسه. والله أنا أفتكر يا دولة، والله أنا أفتكر جيب لك أولاد بينفعوك والله، ما تضيع وقتك يا صوت في شغال هنية. والله أخوانا الدين ده تباريو، والله أخوانا في أي مجال تكون مرتاح، في أي مجال تكون مرتاح وتكون مطمئن، لكن تضيع الدين بيضيع. ربنا قال ومن أعرض عن ذكر فإن له تدعب. والله تشهد ولا أقول المولانا طلعت من الصباح لسه أنت شفت حاجة؟ الله يجد الدولار يا مولانا ما شفت حاجة لسه. والله ربنا قال ولنذيقهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ربنا قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمله. لسه شغلانية ما جاءت كلها، ده بعض يعني جزء بسيط. الشقاوة دي حاجة بسيطة، لسه ما ادوك الترس الثقيل. بتعرف الترس الثقيل؟ والله كان نزلوا لك السري تتعب تعب شديد. عشان كده ارجع لرب العالمين يا اخوان، ارجع لرب العالمين، دي حاجات بسيطة. لنذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم شنو؟ يرجعون. والله اخوان احنا جايتنا دي دايرين لكم انتوا وارثنا، نرجع لله جل جلاله. زي كلنا نرجع لله. والمتحدث والله يستفيد من الكلام ده قبل السامع. انت فاهم؟ طبعا في ناس اللي يتخيلوا ناس مولانا ديل الناس الماشين فل 100%. والله إحنا كان فل، كان في فل إلا كل في التوحيد ده، والتوحيد ده المرقة والنجاة. انت عارف أجمل ما في هذا التوحيد؟ طبعا في ناس يستغربوا يا ولا طوالي انت شغالين توحيد توحيد وما بنخليهم. دي المراقات، بتعرف المراقات؟